الثاني يقسم إلى قسمين رئيسيين، أنسجة نباتية وأنسجة حيوانية. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ احنا اليوم بالمحاضرة الثانية بالفصل الثاني، تكملة الأنسجة النباتية. طبعا الأنسجة النباتية سويناها محاضرتين، بعدها نكمل الأنسجة الحيوانية. راح ندخل اليوم موضوع النسيج الأساسي. احنا قلنا ذاك الدرس الأول قلنا قسمنا الأنسجة إلى أربعة أنواع أو أربعة أصناف في النباتات الراقية أو الزهرية حسب توزيعها. واحد نسيج مرستيمي، اثنين أساس، ثلاثة بشرة، أربعة وعائي. أخذنا أول جزء اللي هو المرستيمي، اليوم حناخذ الأساس والبشرة والوعائي. ويا يا طلاب على النسيج الأساس. النسيج الأساس هو مجموعة من الخلايا تتمايز خلايا فتكون لي أنسجة مستديمة. انتبهوا لهاي العبارة. النسيج الأساس مجموعة من الخلايا تتمايز خلايا فتكون الأنسجة المستديمة في جسم النبات. حلقيها بشكل كتل داخل الجذر، الساق، الورقة. بالضبط وين ألقيها؟ داخل الجذر والساق والورقة، متمثلة بالقشرة واللب والأشعة اللبية. صنف لي الأنسجة اللي تنشأ من الأنسجة الأساس أو النسيج الأساس، أقول لك ثلاثة، هي أنسجة مستديمة ثلاثة: بارانكيمي، كولانكيمي، سكلرانكيمي. طبعا اكو تفاصيل اخرى هواية مو منهجكم، هذا احد الاجزاء اللي تنشأ من عنده الانسجة المستديمة اللي هي البارانكيمي، كولانكيمي، سكلرانكيمي، تنشأ من النسيج الاساس. راح اخذ مقارنة بين ثلاث انسجة وهو النسيج البارانكيمي، كولانكيمي، سكلرانكيمي. كلمة بارانكيما بالعربي يعني حشوي، يعني الممتلئ. أجل مميزات البارانكيمي، أوصف لي إياه، ما هي ميزة النسيج البارانكيمي؟ خلايا حية. علل. طبعا أنا طريقتي دائما ما أكتب الأسئلة برا، أخليك أنت تاخذ السؤال والجواب من نفس الفقرة اللي إحنا بيها، وبطريقة ندى نحفظها بشكل مقارنة. خلايا النسيج البارانكيمي حية بسبب جدرانه الرقيقة. من جدرانه رقيقة تسمح بتبادل المواد، فتبقى خلايا حية. شكلها غالبا ما تكون خلايا كروية أو مضلعة. هذا إجا سؤال وزاري. علل. خلايا النسيج البارانكيمي كروية أو مضلعة؟ أقول له نتيجة لضغط الواقع عليها من الخلايا المجاورة، امتلاء الخلايا، فوحدة تضغط على اللوح. الميزة الأخرى بالنسيج البارانكيمي أنه توجد المسافات البينية بين الخلايا. بداخل هاي المسافات توجد فجوات عصيرية. قد تحتوي بعض الخلايا بالبارانكيمي على البلاستيدات. وقد تكون هاي البلاستيدات خضراء. فبهالحالة حسميها هاي الخلايا بالخلايا الكلورانكيمية. عرف لي الخلايا الكلورانكيمية. هاي النقطة كلها هي خلايا كلورانكيمية. يقول لي قد تحتوي الخلايا في النسيج البارانكيمي على بلاستيدات وقد تكون خضراء، فتعرف في هذه الحالة بالخلايا الكلورانكيمية. اكتبوها، عرف الخلايا الكلورانكيمية. قد تحتوي بعض الخلايا في النسيج البارانكيمي، اخذ العنوان، على بلاستيدات وقد تكون خضراء، فاسميها خلايا كلورانكيمية. يعني من اعطيني هذا الجزء هو موجود في العشبي، بما انه اتطرق للبقية الى خشبي وعشبي، اذا البارانكيمي هو يكثر في النباتات العشبية. شنو اهمية هذا النسيج؟ اهمية هذا النسيج نعطيني تهوية، خزن للغذاء وتوصيل، بالإضافة إلى صنع الغذاء لأنه وجود البلاستيدات. إجا سؤال وزاري 2015، يقول لي النسيج البارانكيمي دور في التهوية. شنو اللي خلى عنده تهوية؟ وجود المسافات البينية. زين، خزن
لأنه هو خلايا بارنكيمية خازنة. توصيل، جدران الرقيقة تسمح بالتوصيل من خلية إلى أخرى، هاي كلها تعاليل كتبوها. هسه عرفنا ليش تهوية؟ المسافات البينية. خزن، الخلايا موجودة بها فجوات عصيرية، تحتوي الخلايا على فجوات عصيرية بالإضافة إلى هي الخلية خازنة الغذاء. أما التوصيل جدران الرقيقة اللي تسمح بالتبادل بين خلية وأخرى. أنا حكتب لكم التعاليل هنا للنسيج البارانكيمي دور في التوصيل. علل، للنسيج البارانكيمي دور في التهوية. أما النسيج الثاني هو النسيج الكلورانكيمي، عفوا الكولانكيمي. النسيج الثاني الكولانكيمي. شوفوا شلون أميز بين هذا النسيج وهذا النسيج. خلايا حية، أيضا خلايا حية، ولح نعرف ليش بعدها خلايا حية، شكلها متطاولة، جدرانه متغلظة لكن بصورة غير منتظمة. شو يقصد يعني؟ يعني هاني عندي هاي الخلية تتغلظ بصورة غير منتظمة، هنا اكو تغلظ، هنا اكو تغلظ، هنا اكو تغلظ، يعني اكو مجال تتبادل المواد، فلذلك بقت حية لكون جدرانه متغلظة بصورة غير منتظمة، بقت خلايا حية. علل، إذا عرفنا شكل الخلايا متطاول، بارانكيمي شكل الخلايا كروي أو مضلع، اكو مسافات بينية لاست ماكو، اكو فجوات عصيرية لا ماكو، أصلا ما ذاكرها هو. وين ألقى الكولانكيمي؟ انتبهوا لهاي العبارة، يوجد في الأعضاء والنباتات الخشبية، هاي صارت ميزة إله. وبعد بالأعضاء البالغة في النباتات العشبية، يعني شنو قصد في الأعضاء البالغة؟ يعني صار بيها تثخن أو مر عليها عمر، هو نبات عشبي بس مرت عليه زمن عمر، بدأت تتغلظ جدرانه فأصبحت بالغة، ثخنت جدرانها. يقول يندر وجوده في الخلايا، يندر وجوده الخلايا الكولانكيمية فيه، يندر وجود الخلايا الكولانكيمية في جذور وأوراق ذوات الفلقة الواحدة. علل، ليش ما ألقي هذا النسيج في جذور وأوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة؟ لأنه أغلب ذوات الفلقة الواحدة عشبية، بما أنه أكو تثخن بجدرانه، أكو تغلظ غير منتظم، أصبحت الوظيفة الرئيسية لهذا النسيج دعم وتقوية. ليش؟ علل، بسبب تغلظ جدرانه وطريقة توزيعه في النبات. النسيج السكلارانكيمي خلايا ميتة، علل، ليش خلايا ميتة؟ جدرانه تغلظت، هي كل التغلظ بمادة اللجنين أو الخشبين، هنا كان التغلظ غير منتظم، تغلظت بمادة اللجنين أو نقول عليها الخشبين. خلايا هناك قلنا البارانكيمي كروي مضلع، الكولانكيمي جدران خلايا متطاولة، السكلارانكيمي خلايا مختلفة اختلاف كبير من حيث الشكل والأصل والتركيب. انتبهوا لهاي العبارة، خلايا السكلارانكيمي مختلفة اختلاف كبير من حيث الشكل والأصل والتركيب وطريقة التكوين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كم نوع عندي من الخلايا الناطينية بالنسيج السكلارانكيمي؟ نوعين، ألياف وخلايا صخرية أو حجرية. نقدر نقارن بين ذني الألياف والخلايا الصخرية والحجرية؟ إي نعم. الألياف طويلة مدببة، مدببة النهايات، توجد بشكل مفرد، منفرد أو بشكل حزم في أجزاء النبات اللي يحتاج إلى قوي تقوية حتى لا يميل وينكسر. أما الخلايا الصخرية خلايا قصيرة، الألياف خلايا طويلة مدببة النهايات، خلايا قصيرة. وين ألقيه؟ الألياف في جميع أجزاء النبات اللي تحتاج إلى تقوية. هاي وين ألقيها؟ ألقيها في بعض الثمار
مثل الكمثري، انطتها دعم واسناد. اذا الوظيفه الرئيسيه للنسيج السكلارينكيمي هو الدعم والاسناد. هذا خلصنا النسيج الثاني من الانسجه الرئيسيه وهو الاساس. رح ناخذ النسيج رقم 3، اذا هذا رقم 2 وهذا نسيج اسميه رقم 3. البشرة تغطي الجسم النباتي وتكون للبشرة المستديمة. انتبهوا، أنا عندي بشرة محيطية حصلناها من الكامبيوم الفليني، أما البشرة المستديمة ما حددها يا بشرة المستديمة، فتكون لي إياها نسيج البشرة. أوصف لي نسيج البشرة، أقول له خلايا من صف واحد متثخنة بس يا منهم التي تغطي الجسم النباتي الأولي. انتبهوا لهذه الفقرة، لأن أنا عندي نوعين من البشرة، مستديمة وأولية، اللي هي ما ذاكرها لكم بالمنهج تفصيليا. صف واحد من الخلايا المتثخنة والتي تغطي النباتات الأولية، يعني احتمال أكو أكثر من صف. خلايا البشرة أوصف لي إياها مسطحة متراصة عديمة المسافات البينية. علل خلايا البشرة متراصة، أقول لها إنها عديمة المسافات البينية. شنو الوظيفة الرئيسية للبشرة؟ أقول لها الحماية، السيطرة على تبادل الغازات بواسطة أزواج الخلايا الحارسة. يعني أنا عندي هاي البشرة وهاي خلايا البشرة، خلاياها متراصة، اكو بيناتهم يصير لها ازواج الخلايا الحارسة. ازواج الخلايا الحارسة هاي شكلها، تحصل بينها فتحة او ثغر، هاي البلاستيدات، فهذه ازواج الخلايا الحارسة بالنبات. هاي اخذنا فد مقطع ما مطلوب هو بس لكم للفهم، هاي خلايا البشرة المتراصة. اذا الوظيفة الرئيسية للبشرة، واحد الحماية، السيطرة على تبادل الغازات بواسطة أزواج الخلايا الحارسة، وامتصاص الماء. ما نعطينا شيء هواية عن البشرة بمنهجكم. النسيج الأخير وهو الرابع بالأنسجة النباتية هو النسيج الوعائي، هذا رقم 4. هو نسيج متخصص، علل. النسيج الوعائي هو نسيج متخصص، علل. لأنه يقوم بنقل الماء والغذاء داخل جسم النبات بالإضافة إلى الدعم والإسناد. صار عنده شغل، شنو شغل الوعائي؟ ينقل ماء وغذاء داخل جسم النبات بالإضافة إلى الدعم والإسناد. يعاد وجود هاي الأنسجة الوعائية هي من مميزات النبات. من نقول هذا خوش نبات عنده أنسجة وعائية مميز. قسم لي الأنسجة الوعائية، أقول له الأنسجة الوعائية عبارة عن نسيجين، نسيج خشب ونسيج لحاء. من هو الخشب؟ الخشب هو نسيج ينشأ من خلايا مريستيمية، هنا أعطيك منشأ. من خلايا مريستيمية استطالت أثناء تكوينها وازدادت زيادة كبيرة في الحجم، هاي الخلايا كبرت. ولما نمت وكبرت فقدت محتوياتها وأصبحت خلايا ميتة. علل ليش خلايا الخشب هي خلايا ميتة؟ لأنه أثناء تكوينها ازدادت زيادة كبيرة بالحجم، ولما اكتمنوها فقدت محتوياتها وأصبحت خلايا ميتة. انطيني العناصر الأساسية للخشب، أقول العناصر الأساسية مختلفة من حيث تركيبها ومن حيث وظيفتها. شوفوا هاي عناصر رئيسية، واحد أوعية خشب، قصيبات، خلايا حشوية خشبية ألياف. شوفوا الأوعية والقصيبات الوظيفة الرئيسية مالتها نقل الماء والمواد الذائبة فيها. أما الخلايا الحشوية هي خزن، والألياف دعم وإسناد. هل الخشب كله نوع واحد؟ أوعيته كلها نوع واحد؟ لا، تتميز أوعية الخشب إلى عدة أنواع. علل، أقول له تبعا لطريقة التغلظ، أخذتوها بصف رابع أعتقد، تغلظ حلزوني وسلمي وشبكي، فكل أوعية تختلف من نبات لآخر حسب طريقة التغلظ.
اعطاني فد عباره مهمه، يقول لي الاوعيه والقصيبات ترى متخصصه لها شغل. شنو هو شغل الاوعيه والقصيبات؟ هي من مكونات الخشب. وظيفه الخشب شنو؟ نقل الماء والمواد الذائبه فيه. والاوعيه والقصيبات نفس العمل، نقل الماء والمواد الذائبه فيه. اخر نسيج عندنا نسيج اللحاء. عدد لي عناصره ومكوناته الرئيسيه انابيب منخليه، الرئيسيه خلايا مرافقه، والبرانكيما موجوده وياهم والالياف وياهم. يقول لي جميع عناصر هذا اللحاء تشترك بوظيفه نقل الغذاء عدا الالياف. شنو شغلها؟ دعم واسناد. تجيني بالوزاره عدد مكونات اللحاء، عدد مكونات الخشب، عرف لي الخشب، ما منشا الخشب، وظيفه كل جزء بيها. خلوا بالكم كل العناصر تشتغل حسب ابوها. منو ابوها؟ الخشب عناصره، اوعيه وقصيبات ابوهم مش يشتغل؟ ينقل ماء ومواد مذابه فيه، اذا هم نفس الشيء. اللحاء شنو شغله؟ نقل الغذاء. ستصير اخطا واقول نقل الغذاء والماء، خليني نص صح ولا ربع. لازم تعرف الخشب للماء واللحاء للغذاء. انتهى موضوع الانسجه النباتيه. اتمنى تسجلون كل الملاحظات، لانه انا ما اكتبها، انا اشرح واقولها. سجلوا السؤال وجوابه كلش مهمه. الدرس الجاي ان شاء الله نكمل بقيه الانسجه. شكرا لكم ومتابعتكم.